وصول البعثه بالكاس يا جماعه لاستاد مختار التتش تاني يوم الصبح على طول، مفيش انتظار وجاي يتمرن على طول. انا هكلمك على الخواجه مارسيل كولر لان انت اكيد رصدت انطباعات كتيره مهمه عنه. اه طبعا طبعا. بس بصوا اسره الكوره، العمال والموظفين بتوع قطاع الكوره، هتاف للعيبه وللجهاز. ايه انطباعاتك الاولى عن كولر بقى؟ قول لي. شوف كولر، انت تراه هذا الرجل ذو الوجه الطيب المبتسم الذي يشع طاقه ايجابيه. ايوه. هو ذلك المتمالك لنفسه في المؤتمرات الصحفيه الهادئ جدا. ايوه. الذي تراه، سميته انا يعني اللي بيسموه القاتل الصامت. ايوه. لا يتحدث ولكن يتخذ القرارات الحاسمة بمنتهى الصمت والهدوء. الفندق يا استاذ ابراهيم، وذلك انت يعني زعلت مني ان انا ما عملتش المداخله يوم الخميس. انا عارف الجو عامل ازاي، لان احنا لما راينا الفريق الفرقه بهذا التحفظ ينزلوا بنشوفهم احنا بقى كاداره، سيبك من الدكتور شوقي ورئيس البعثه ونائب رئيس النادي العمري فاروق، الوزير العمري فاروق. كان الدكتور شوقي بيقف قدام الاسانسير وهم نازلين وهم خارجين من المطعم. غير مسموح من التصوير والاقتراب منهم باي شكل. اللي يعني كترها من بعيد كده. واحنا احترمنا هذا. السيد عبد الحفيظ كان بيعمل لك هاي من بعيد. من بعيد، ابتسامه حلوه كده من بعيد. هو كولر بقى ايه، اول يوم ابتسم وهو داخل الفندق وسلم علينا. واتى الينا وسلم علينا ولم ياتي الينا الا بعد ما فاز. وسي يو افتر تومورو. وهو نازل. ما بقولش انه قافل ولكن ما فيش بقى يعني جاد. جاد جدا. في تفرغ لحاجه ثانيه. في تعبير جاد على وشه. تماما. الجديه تظهر على وجهه. لم نرى ابتسامته التقليدية إلى بعد المباراة. هذا الجو أشعرني بالتركيز الجامد جدا من الفريق. لدرجة إن الكابتن سيد، أنا عيد ميلادي يوم 27، جرت العادة إن الناس بتحتفل، رفض أن يحتفل. أجل الاحتفالات. فكابتن سيد يوم 27، كابتن خطيب يوم 30، فوز الأهلي يوم 28، عيد العلاقات او مناسبه الاحتفال بمناسبه العلاقات المصريه الاماراتيه، يعني ازمه اعياد ومناسبات، زخم من اسباب الفرحه. فوز الاهلي يغلف ده كل ده، ان تاتي الفرحه مش اليوم بقى، ايه الايام الحلوه دي وايه الناس الحلوه دي. كله عامل دوره وكله مدرك مسؤوليته، وجماهيرنا كانت جميله بحضورها، جميله بتشجيعها، جميله حتى بعد المباراه. ما شفتش وهم ماشيين كتف في كتف مع جمهور الزمالك اي نوع من التعدي على مشاعر الاخر ولا اساءه طرف لطرف ولا حاجه، ماشيين جنب بعض في هدوء شديد جدا. حاجه مشهد نتمنى ان نراه والله العظيم. لو مشت الامور كده، لا الجماهير تقعد مع بعضها وتندمج مع بعضها تاني. بس يمكن دي الجاليه المصريه اللي عايشين بره، فالى حد كبير الناس يعني مراعيه الانضباط والسلوك. ما هو محدش بيتك على مشاعرها. الدنيا هنا، ما اللي هنا هم ضحيه. ضحيه العبث بمشاعرهم. يا سواء من لعيبه، سواء اصبحت ثقافه. روح غازل الجماهير ومالكش دعوه بادائك.